اليوم ان شاء الله العوده المدرسيه، ونتمنى ان شاء الله التلامذه الكل يكونوا في استعداد ويكونوا في نشاط، وان شاء الله ربي يوفقنا الكل. احنا مدرستنا نفتتح اليوم ان شاء الله بالسنه الاولى، يدخلوا باش نوزعهم على اقسامهم ويعرف كل واحد القسم نتاعو ويعرف كل واحد المعلم نتاعو، وباذن الله الواحد نتمنى ان السنه الدراسيه تنطلق يعني بسلاسه براحه، والتلامذه يلقوا اللي يحبوا عليه ويفرحوا انهم مش يلقوا يعني معلمين فرحين بهم، وان شاء الله تكون سنه دراسيه موفقه للجميع. كل سنه هو مدرستنا فما نظام بالكدا بالكدا، ان شاء الله المعلمين وان شاء الله الصغيرات عوده ميمونه لهم الكل، وان شاء الله ربي يجيبهم في الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نحن اليوم في مدرسه الاسوار بمناسبه الافتتاح السنه الدراسيه 2023 2024. هو تمت كما قولوها المقابله والاستقبال نتاع التلاميذ، الاطار موجود كما هو على احسن ما يرام. نتمنوا لهم سنه دراسيه موفقه بدون انقطاع وبدون مشاكل، والاطار للتعليم راهو يكون الاحاطه به من الوزاره، بالاخص من الوزاره، راهو المربي هو كأب الأول والأب الآخر. هذا شنو نطلبوا نحن من الوزارة؟ لفت نظر حازم، ويخطئونا من الإضرابات وهل الواحد أو الكل ما يوصلنا لحتى شيء، بالتفاهم نوصلوا باش نعملوا حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى والبركه. إتي الكل خاطر هما صغيرات، ربي يوفقهم يا ربي وربي ينجحهم، وإن شاء الله إحنا ربي يعيننا عليهم، خاطر هي مسؤولية قدام الناس قدام ربي، وربي يوفقنا الجميع يا رب. كما سيريا ضبراق معلم، مازلت معناها سنة وين تحصلت على مدرسة أسوار. اللي نتمناه إن شاء الله عودة مدرسية طيبة، تكون هاكم تراو في الوضعية، الصغار بكلها جاية وفرحانين، وإن شاء الله بالتوفيق للناس كل. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.